السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن اخر مستجدات قضية الدكتور ولاء زايد رحمة الله عليه، لكن مش هنتكلم عما حدث داخل الشقة او ملابسات الجريمة نفسها، لان خلاص دي مواضيع يعني قتلت بحثا، لكن هنتكلم عن المستجدات، هنتكلم عن صدور تقرير الطب الشرعي، هنتكلم عن ترحيل المتهمين وايه الرابط بين صدور التقرير وترحيل المتهمين والرأي القانوني في الموضوع، وهنتكلم اكتر عن موضوع مهم جدا وهو ده هيبقى هو محور او اساس حلقه النهارده، الا وهو ترديد بعض الاشاعات التي من شانها الاضرار بقضيه الدكتور ولاء. في اشاعات كده بتتصدر لينا وللاسف احنا بنرددها، ودي ممكن تضر الدكتور ولاء، وهقول لكم ازاي ممكن تضره في الحلقه دي. وكمان هتكلم عن الضغط على الشهود او حمايه الشهود اللي هي واجب علينا احنا، بدل ما نضغط عليهم واجب علينا ان احنا نحميهم. كل ده اكتر هنعرفه في حلقتنا النهارده، بس يا ريت حضرتك او حضرتك لو اول مره بتشاهد فيديوهاتي تشرفوني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وقبل اللايك وقبل الاشتراك نصلي على الحبيب المصطفى عليه وعلى اله الصلاه والسلام. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، اهم حاجه في حلقتنا النهارده الا وهي ترديد الاشاعات. احنا بيجي لنا بعض الاشاعات اللي بنرددها للاسف بدون تفكير، وده في علم النفس ليه اسم والله مش متذكره بالظبط، لكن هو ايه يعني ايه اللي بيحصل؟ ان انت حد يديلك اشاعه، الاشاعه دي تضر بيه هو. يعني المتهمين يطلعوا على نفسهم اشاعه تضر بيهم ولكنها اشاعه كاذبه. فانت تاخد الاشاعه وانت فرحان جدا. هديكم مثال، مثلا زي موضوع ان ابو الدكتوره بصق على الدكتور ولاء وهو في الشارع. هو ردد لك الاشاعه دي وانت صدقتها وفرحت بيها، علشان دي بتسوق منظرهم اكتر او بتشوه منظرهم اكتر واكتر امام الراي العام. لكن في نفس الوقت حضرتك نسيت ان انت نفسك بشخصك في فيديوهاتك السابقه قلت ان الدكتور ولاء بعد ما اترمى هم نزلوا بعديها ب10 دقائق بعد ما كان هو نقل الى المستشفى. فمنين انت قلت الكلام ده بنفسك واكدت عليه وبرهنت عليه ان هو ده بقى معناه ان هم رموه كانوا قاعدين فوق مش شاممهم، وبرهنت واتكلمت عليه وفرضت له حلقات وحلقات، وبعدين تيجي تقول ده ابوها نزل وبصق عليه في الشارع؟ انت يعني كده هو بيخليك بيرمي لك الاشاعه دي عشان انت تناقض نفسك. وطبعا في غير الاشاعه دي كتير اتقال اشاعات متربه ما ينفعش ان احنا نصدقها. ليه بقى؟ لان لما انت تيجي تناقش اي حد بعد كده من الناس اللي هي متشككه او الناس اللي ما زالت على الحياد او الناس اللي ما زالت يعني مش عارفه تاخد تصدق هنا ولا تصدق هنا، فانت لما تاخد معلومه من معلومات اللي هو بيرميها لك اللي تفرحك قوي لانها زي ما قلنا بتشوه منظرهم اكتر واكتر، فانت تاخد المعلومه دي تحطها على معلوماتك الكتير جدا اللي هي اصلا مش محتاجه اي معلومه من عندهم، لكن انت تاخدها وتفرح بيها وتحطها على معلوماتك الحقيقيه. فتيجي بقى المعلومه الغير حقيقيه دي تشوه المعلومات الحقيقيه اللي عندك امام المتابعين او امام الناس اللي هي متعاطفين مع القضيه، لان مش كل الناس متعاطفه مع القضيه بنسبه 100% بتاعتي وبتاعتك وبتاعت ناس كتير، يعني ناس بالملايين، لكن في بعض الناس اللي هم ايه، طب ايه كده يحصل؟ طب ازاي دي عمل كده؟ طب معقول يعملوا كده؟ طب الناس دي بقى لما يلاقوا معلومات غير حقيقيه وببساطة جدا هيجيبوا كلامك انت اللي قلت فيه انهم نزلوا بعد 10 دقايق بعد ما راح المستشفى، وهيجيبوا كلامك التاني اللي بتقول ان الراجل من كتر افتراه ومن كتر مش عارف ايه راح وبصق على الدكتور وهو تحت، يقول لك الله منين هم نزلوا بعد ما هو مشي، ومنين انت دلوقتي بتقول ان هو بصق عليه؟ فدي مثلا حاجه انا بقول معلومه بس بدون معلومات كتير اتسربت لنا وللاسف برددها بدون وعي.
فالمعلومات اللي زي دي من شأنها تضر بالقضية، فلازم يبقى عندنا عقل، مش أي حد يقول لنا أي حاجة ناخدها كده ونقولها على طول بدون ما نفكر فيها أو نشوف أبعادها، لأن أبعادها خطيرة جدا. وبقول لكم علميا يعني الأمور دي فعلا بتأثر في البشر. لما تديني معلومات أنا أفرح بيها وتكون كاذبة وأنا أخدها وتيجي الناس تكتشف إن المعلومة دي كاذبة، فإذا أنت بتشكك الناس في باقي المعلومات الصادقة اللي مليون في المية، يعني عندك معلومات صادقة بنسبة 1000000%، انت كده بتشكك الناس في معلوماتك دي. عشان كده لازم ناخد بالنا وركز قوي في النقطة دي. نيجي النقطة تانية مهمة ألا وهي الضغط على الشغل. أنا بناشد ونشدت قبل كده في لايف أول أمس، قلت يا ريت كل إخواتي أصحاب المنصات نحافظ على الشهود، مفيش داعي يا جماعة نضغط على الشهود علشان يطلعوا معانا منصات، مفيش داعي يا جماعة كل شوية نتصل بالشهادة تعالى. وهو قال نفس الكلام، قالوا في النيابة وقالوا قبل كده في المنصة واثنين وثلاثة، مفيش داعي بقى نحول الشاهد ده من شاهد لخصم، يعني الشاهد ده هو شاهد إلى الآن شاهد. فانا لما اجيبه وانت تجيبه ده يجيبه ده يجيبه، اهل المتهمين هيعتبروه من شاهد او هياخدوه من شاهد لخصم، يعني هيتحول من شاهد لخصم. شاهد دي ما فيش حد يقدر يكلمه ولا يقول له اي حاجه، لان دي شهاده هيسال عليها امام الله، فهو لازم هيشهد وهم عارفين ان هو هيشهد، فما فيش اي عداء. خلاص هو الراجل هيشهد شهاده حق، والله جت في صالحنا جت ضدنا جت، المهم دي شهاده الراجل هيشهدها. لكن لما الراجل ده كل شويه يطلع في القناه ويتكلم ويقول ودول المجرمين دول متهمين دول كذا دول كذا، فانت بتحول الشاهد ده الى عدو ليهم او خصم ليهم، وبالتالي ممكن يبتدوا هم يمارسوا عليه ضغوط، او بتديهم الحافز ان هم يبتدوا بقى يمارسوا عليه ضغوط، انت ليه بتطلع تتكلم علينا كده، ده احنا ممكن نعمل ونعمل ونعمل. لذلك انا بناشد كل اصحاب المنصات المحترمين، يا ريت ما نحاولش نضغط على الشهود. والله في شاهد بقى شايف ان هو عايز يطلع يتكلم براحته بدون ضغط يتفضل، لكن احنا ما نضغطش عليهم علشان يطلعوا ويقولوا شهادتهم في قنواتنا، لانهم كده كده قالوها اوريدي، واحنا اللي يهمنا ان شهادتهم اتقالت والناس عرفتها، وده زي ما قلنا اللي يهمنا، واللي يهمنا اكتر الحفاظ على سلامه الشهود. نيجي بقى لموضوع التطورات الجديده او المستجدات الجديده الا وهي الكلام اللي بيتردد عن صدور تقرير الطب الشرعي. الى الان لم يثبت ان تقرير الطب الشرعي صدر، وان كان بعض الناس ولا منهم يعني ربطنا بين ترحيل المتهمين الى سجن 15 مايو وبين صدور التقرير، لان صدور التقرير لو صدر ان دول فعلا قتله ممكن النيابه في الوقت ده خلاص هم كده هيتحولوا بقى للسجن العمومي، لان بقت هتبقى محاكمه وبتاع، فايه خلاص يلا شيلوهم بقى من الاسم وودوهم الى السجن العمومي. في تصور تاني بيقول ان بعض المتهمين احنا عارفين انهم ليهم اهاليهم او حد من المتهمين يعني والده عنده منصب امني تقريبا، فممكن النيابة العامة شافت ان في استغلال سلطات وهو موجود داخل القسم، لان برضه في ناس ممكن ضعاف نفوس كتير ممكن بيخدموا في الولد بيعملوا فيه، فقال لك لا احنا ايه نرحلهم عشان نمنع القيل والقال. التصور الثالث ان في مشادة حصلت بين المتهمين داخل القسم، وطبعا احنا عارفين الاقسام ما بيبقاش فيها يعني مساحه حجز او غرف حجز كتير، بتبقى غرفه او غرفتين على حسب السجن يعني او المكان اللي هم فيه، فمش هيقدروا ينقلوا السبع متهمين كل واحد في مكان، لكن لو راحوا من السجن العمومي ممكن يحطوا كل واحد في زنزانه مختلفه، وبالتالي مش هتحصل بينهم مشاكل، لان زي ما قلنا سمعنا ان في مشاكل حصلت بينهم وكيل وقال، بس برضه هنرجع نقول سمعنا مش هنقول تاكيد على الموضوع ده، فده برضو سبب ثالث ممكن يخلي النيابه العامه تنقلهم الى السجن العمومي. يعني تفسيرات كتير للموضوع ده، مش معنى ان ترحلوا ان تقرير الطب الشرعي صدر بنسبه 100%، لان ما فيش اي حد اجزم ولا قال ان هو صدر، وان كنا بنقول ان شاء الله تقرير الطب الشرعي هيكون في صالح الدكتور ولاء بنسبه 100% باذن الله، وحق الدكتور ولاء باذن الله هيجي طول ما انتم مساندينه وطول ما الناس محترم ورا الدكتور ولاء، وطول ما الناس بتتكلم في صلب القضيه وبتتكلم في كل كلمه تفيد القضيه، ونبتعد عن المعطرات ونبتعد عن القيل والقال والصراعات والمناوشات، وده قال وده عاد، ونخلينا في صلب القضيه وما ناخدش زي ما قلنا في بدايه الحلقه اي كلام من المتهمين او من انصار المتهمين
في نهاية الفيديو أحب أأكد على الجميع إن إحنا هنفضل ندعم الدكتور ولاء دعم قوي جدا، دعم إعلامي اللي إحنا نقدر عليه، دعم الكلمة، ونتمنى من حضراتكم تفضلوا برضو تدعموه بالكلمة بآرائكم في التعليقات، بوقوفكم معانا في اللايفات أو في الفيديوهات، علشان حق الدكتور ولاء مش هيجي 100% إلا بمساعدتكم طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ثم مساعدتكم ووقوفكم جنبينا ثم بالكلمة اللي إحنا بنقولها. عشان كده لازم جميعا نستمر ولازم نعمل ظبط على القضية 24 ساعة في 24 ساعة عشان حق الدكتور ولاء يجي، وان شاء الله مساندينه لغاية ما حقه يجي. وعموما ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اشكر كل من تابعنا لغاية الفيديو، ألقاكم على خير واترككم في رعاية الله وامني. كان معكم خالد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.